طبعا يعني حضرتك قدمت مؤخرا مسلسل جميل جدا جدا مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، رد فعله ايه بين الناس؟ هو عتبات البهجة. عتبات البهجة، ايوه، انا كان ده تالت تعاون مع دكتور يحيى. قبل كده عملت معاه جحا المصري، وبالمناسبة دكتورة جحا المصري كان في اسقاطات سياسية جبارة فاتذاع بدون حذوفات، بس كان ساعتها وزير الاعلام صفوت الشريف، بس بذكاء شديد هو فوته من مقص الرقابه، بس ذاعوا قصاد حاجه كوميدي الناس بتتفرج على الحسين على الهواء. فانا كنت بصور في استوديو نحاس وبنقعد في البريك على قهوه جنب الاستوديو، فالاقي عايزه الناس بتتفرج على ايه؟ على حسين على الهواء مش على جحا المصري. فعرفت بقى هم ليه ما شالوش حاجه. بعد كده عملت مع دكتور يحيى يتربى في عزه، ثم كان عتبات البهجه قصه الروائي الكبير استاذ ابراهيم عبد المجيد. ايوه. انتاج الاستاذ جمال العدل والمتحده، وكتب السيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل. مسلسل كبير الحقيقه. ومسلسل بقى ما فيهوش لا اكشن ولا ضرب نار ولا قتل ولا الفاظ نابيه، لا احنا بنعمل يعني يوميات، بنعمل حواديت، بنناقش قضيه صراع الاجيال. اول مره يحيى الفخراني بقى يوتيوبر، يقعد يكلم الناس من خلال منصه التواصل الاجتماعي، وده شيء جديد في وده شكل جديد ليحيى. وفي نفس الوقت صراع الاجيال، الفرق بين الجيل الجديد والجيل القديم، ثم مناقشه القضايا الكثيره زي الدروس الخصوصيه اللي بيروح السنتر وبيروحوش المدارس. بانوراما كلها على المجتمع المصري بس بشكل هادي وسلس. يعني مسلسل انا بعتبره مسلسل بيتوتي. كل الناس عارفك وعلى قد كل الناس عارفه ان عبيط. وده بيتعمل في مصر القديمة وكده اسمها السترايك، لا مؤاخذة أنا آسف يعني. يا عم انا تمام يا حبيبي، بعد النقطة الحمد لله، يعني انا راضي جدا جدا عنه.